الكل يعرف اليوتيوب بالوقت الحالي، بس اللي ما تعرفونه إن شلون قصة أشخاص أو قصة الناس اكتشفت اليوتيوب بالأساس. ممكن تكون قصتك مختلفة عن قصة شخص ثاني، ممكن تكون قصتك مختلفة عن قصتي، فكل واحد له قصة مميزة فيه شلون اكتشف اليوتيوب وعرف اليوتيوب وكان من مستخدم إلى صانع محتوى. فهذا هو 10 سنوات ريد فوكس زيرو باليوتيوب. اكتشاف اليوتيوب كانت غريبة جدا. انا واحد من الناس مولع بالساوند تراك حق الالعاب، انزل ساوند تراك العاب افلام مسلسلات، فكنت استمتع بالساوند تراك اخذهم وياي اسمع فيهم بالسيارة لو كنت رايح يعني مكان او درب طويل او كنت رايح الربعي، فاستانس بالساوند تراك اللي تقريبا مدته 2 لـ 3 دقائق، فاحب كذي الساوند تراك. فبداية شهر 8 من 2006 قررت اني انزل ساوند تراك حق لعبة سول ايجد على جهاز البلاي ستيشن 1. قلت بما ان الموسيقى هذه يعني الى الان قاعدة يعني مخي وحاب اني اسمعها مرة مرتين واستمتع فيها وانا ماشي بالدرب، فلجأت الى محرك البحث جوجل املا اني احصل على المقطع الموسيقي هذا من موقع او موقع ثاني، فكتبت سول ايجد انترو بلاي ستيشن 1 او اس تي يعني كاوريجينال ساوند تراك، اي كان معناته يعني كيبورد. بعدين خذيت فترة قاعد ابحث عن يعني بين الروابط اللي انا قاعد اشوفها، فاكتشفت ان في رابط مكتوب او عنوان الرابط بمحرك البحث اللي بجوجل مكتوب بين قوسين فيديو، بعدين جاي شخطة بعدين سول ايجد بي اس اكس انترو او انترو بي اس اكس كذي بالتحديد. فاستغربت يعني من النادر اني احصل يعني مقاطع او فيديوهات حق العاب قديمه انا ذاك ب 2006. فاللي اعرفه ان في اي جي ان في جيم سبوت تقدر تنزل من عندهم المقاطع هذه وتستمتع فيهم، بس ما يحطون على العاب يعني قديمه او اشياء قديمه او حتى يحطون يعني انترو حق العاب انا ذاك. فقلت لنفسي بدش الموقع بحمل الفيديو بعدين احول الفيديو من MP3 من الفيديو نفسه الى MP3 اساس اني احرقه على الديسك نفسه. فدشيت الموقع فتفاجأت بأشياء غريبة يعني لأول مرة أشوفها يعني أنا ذاك بحياتي. فكان شوية الموضوع يعني غريب، يعني في خانة فيديو تحت في 5 نجوم، تحت في تعليقات مني فيديوهات يعني مشابهة والأمور هذه. فقلت شنو الموقع هذا، يعني أنا مستغرب من عند الموقع هذا، شلون طريقته، شلون الأمور هذه، وين الرابط تحميل. فقعدت انزل فوق تحت بالموقع اساس اني اشوف وين رابط التحميل حق الفيديو هذا. فطبعا طقيت على علامة البلاي نفسها قلت بشوف شنو يصير، ففجأة اشتغل فيديو مباشرة على الموقع نفسه، فادركت باللحظة هذه اني انا اكتشفت اليوتيوب. خلوني اخذكم ورا شوي قبل لا اكمل مغامرتي باكتشاف اليوتيوب او بعد ما اكتشفت اليوتيوب.
خلوني اخذكم لسنه 97 98 تقريبا كذي او 99، لحظه اهلي يوم اشتروا كاميرا الجي بي سي. طبعا هم متقصدين انهم يشترون الكاميرا حق المناسبات والافراح والاعياد والسفرات والكشتات، يعني مخصصين حق استعمال انهم يوثقون ذكرياتهم الحلوه داخل شريط فيديو كاسيت او كاسيت فيديو بالاساس. ولكن انا بحكم يعني وقتي وعمري احب اتعبث بالاشياء هذه، فعرف ان اهلي يعني ياخذون الكاميرات على حسب مواسم، فقلت انا ابي استعمل الكاميرا متى ما بغوا ياخذون الكاميرا، اعطيتهم الكاميرا. فخذيت الكاميرا، قعدت اتعبث بالكاميرا، قعدت اشوف الخصائص اللي بالكاميرا، شلون تدخل الشريط تطلع الشريط، وطبعا شلون تسجل، شلون تعبث بالافكت، شلون الزوم والامور هذه. فحبيت الشيء هذا، حبيت شيء اسمه كاميرا، بما ان يعني قلبي مولع بالافلام والمسلسلات الكرتونية أنا ذاك والعاب الفيديو جيمز، فقلت أبي أستانس بالكاميرا هذه أشوف شنو أقدر أسوي فيها. فأكيد يعني يوم اكتشفت الشغلة هذه يعني طارت عن بالي شلون أحط الكاميرا والفيديو والأمور هذه، ولكن يوم شفت أخوي قاعد يلعب وأنا ماسك الكاميرا قاعد تعبث فيها يمين يسار، قلت له أبيك تسجل بشريط الفيديو الحين وأنا بسجل بالكاميرا وانت قاعد تلعب. فسجلنا بنفس الوقت قرابة 3 دقائق 4 دقائق، بعدين وقف التسجيل، بعدين قاعد تكمل اللعب وراح. قعدت أنا والكاميرا ومشغل الفيديو نفسه، قلت بسوي نفس الحركة اللي أنا أسويها على جهاز البلاي ستيشن وأنا أدخل الوايرات ورا وأطلعهم الجهاز التلفزيون وأسجل يعني اللعب اللي أنا بيه، ولكن الحركة هذه أبيها تصير بالكاميرا. ففعلا يعني حطيت الكاميرا من ورا وقعدت أشغل الشريط وقعدت أطوف اللحظة وأطوف بالكاميرا باللحظة اللي أنا أبي أطبعها على الشريط. فسويت الحركة هذه، أي يعني صنعت محتوى وأنا ما أدري عن نفسي. يعني فكروا فيها، جيم بلاي بعدين كاميرا على أخوي موجهة، بعدين ينتقل الصورة حق الجيم بلاي، بعدين كاميرا، بعدين جيم بلاي، بعدين كاميرا. فمع مرور الوقت بتاريخ 31/8 قررت أني أنشأ حساب باليوتيوب باسم Red Fox Zero. أي 31/8/2016 صارت القناة 10 سنوات، أو صار القناة 10 سنوات طبعا الشهر أو الشهرين اللي طافوا. فنستمر مع القصة شوي، أن قعدت أشوف اليوتيوب كم الحين كمستخدم، قاعد أستخدم اليوتيوب وطالع اليوتيوب، طالع فيديوهات الناس اللي قاعدين يسوونها، إلين جينا لسنة 2007 اكتشفت قناة اسمها قناة كلاسيك جيم روم. القناة هذه بإدارة مارك باسلر، كانت القناة هذه يعني أثارت إعجابي حيل. ما كنت أتصور أني أشوف قناة يعني الكواليتي فيها والصوت والأداء وشلون الشخص قاعد يسجل من الألعاب، يعني ما كان أبدا في قناة تشابه أبدا، يعني مطلقا ما كانت في قنوات ألعاب تشابه القناة هذه. ففعلا قعدت فترة قاعد أشوف، اشتركت بقناة مارك باسلر وقعدت أشوف محتوياته، كانت جدا محتوياته حلوه ومستمتع، والى الان انا فان بالشخص هذا، او يعني احب قناه الشخص هذا وازورها يعني تكرارا ومرارا. فتقريبا جينا ب 2008 بدايه 2008 قلت ابي اسوي نفس ما يسوي مارك باسلر، بس اولا ما عندي خلفيه بالفيديو، ثاني شيء لاني مصمم ولا مهندس ولا الامور هذه، وثالث شيء ما اعرف شيء بالفيديو، يعني اوريدي صدق اني مسكت كاميرا قبل صورت وسويت الشيء هذا، بس شلون اوصل الفيديو لليوتيوب؟ ما ابي اوصله بجوده عن طريق تليفون او الامور هذه، لا ابي اوصله بجوده حلوه، بجوده ممتازه، يعني هذا اللي انا ابي بالاساس. فما كنت اعرف شنو الكاميرا اللي انا ابيها، ما كنت اعرف شنو الاشياء، بس ولكن كانت عندي مهمه واحده، مهمه اني اسوي فيديو اوصله لليوتيوب. ولكن قبل المهمه هذه لازم تكون في اشياء متوفره، مثل فهم امور الانتاج والاخراج، أبي كاميرا مضبوطة، أبي مثل الأشياء هذه. فأبي أسوي أي شيء بالأساس، أي أوصله لليوتيوب على الأقل. فطبعا مع عملية البحث والاكتشاف شلون يعني أشوف لي محرر فيديو وأشوف لي الأمور هذه، فاكتشفت أن في جهاز مناسب للأمور هذه اللي هو اسمه ماكنتوش أو من أجهزة أبل. أول جهاز اشتريته اللي هو الماك ميني، وكذلك اشتريت كاميرا السوني SR45، وهذول الشغلتين اجتمعوا عندي، الحين جاء وقت اني اسوي فيديو. ولكن قبل لا اسوي فيديو لازم تكون عندي اشياء اساس اني اركز فيها، بما اني بتكلم عن العاب الفيديو جيمز وكذلك مكان عمل. طبعا مثل ما تشوفون
المكان هذا كان اساسا هو مكان بدايتي هني باليوتيوب. كانت الاجهزه الكوليكشن هني عندي بالمكان هذا، كنت اشتري الاجهزه بسوق الجمعه باربع دنانير الى خمس دنانير، يعني جهاز نيوجيو باربع دنانير كان سعر ذهبي يعني انا ذاك بالنسبه لنا. وكذلك يعني جمعت العديد من الاجهزه، تيربو جرافيكس، سيجا سي دي، بلاي ستيشن 1، بلاي ستيشن 2، وكذلك اجهزتي اللي يعني كنت احتفظ فيها من اشتريتها يعني من فترتها، كانوا مخزنين بالمخزن. فبنيت المكان هذا بالاساس، حطيت كمبيوتري ورا، حطيت كذلك يعني شغل رف هني الصوب هذا، وكذلك حطيت تلفزيون بروجيكتر ال جي اساس اني العب واستانس واسجل واستمتع. جت اللحظة اللي ارفع فيها فيديوهات، ولكن حق منو اوجه الفيديو؟ حق الاجانب، لان ما كان في عرب انا ذاك ابدا، ما كان في عرب باليوتيوب واجد، يعني مو نفس الوقت الحالي ان في يوتيوب واجد عرب، حوالي المليونين الى 3 مليون شخص نقدر نقول باليوتيوب متوفر يعني يشوفون القنوات ويتابعون القنوات. لا، قبل تقريبا كانت حتى القنوات يمكن تنعد على الاصابع 20 الى 30 قناة فقط يعني اللي قاعدين نشوفها باليوتيوب. فطبعا سويت فيديو ووجهته حق الاجانب، اوريدي يعني كلامهم كان مشجع شوي، great good work nice job، ولكن كان كلامي مكسر بالانجليزي، ابدا ما انفع انزل محتوى باللغة الانجليزية، لان اعرف نفسي انا ذاك كانت اللغة عندي خايسة، التعبير صفر على الشمال، كانت اشياء يعني جدا صعبة بالنسبة لي. فقلت بما اني انا اشارك بمنتدى ترو جيمنج، ليش ما اسوي فيديو باللغة العربية واحط يعني الفيديو هذا، اخذ الرابط احطه يعني كموضوع عام عندهم بالمنتدى، بما ان يعني الناس تحب العاب الفيديو جيمز ومنتدى يعني محترم ويقدر يعني العاب الفيديو جيمز، ولكن ليتني ما سويت الحركة هذه. طبعا حطيت الفيديو بالمنتدى اساس اني احصل يعني انتقادات واراء الناس ومديحهم، فهذا اللي صار، 10% مديح، 90% خلوني ملح بحر. ففعلا يعني الناس يعني اوريدي الناس عندهم يعني شوية تحس دعابة هناك منتدى ترو جيمينج، يعني احد الكم او احد الردود اللي انا لقيتها على الفيديو نفسه، يعني مو الفيديو نفسه، بالموقع نفسه، ليش ما تنضم ويا قناة فلاش، فلاش لكل الناس. هني طبعا ارتفع ضغطي وقعدت اصيح، قاعد اقول هذا ما يعرف المعاناة اللي انا مريت فيها، ما يقدر اللي انا قاعد اسويه، هذا شكله حاسد حقود الامور هذه، يعني فقدت اعصابي انا ذاك. فقلت خلاص انا ماني حاط اي فيديو ثاني مره بمنتدى ترو جيمنج، ما ادري يمكن حطيت فيديو ولا فيديوين، بعدين قلت ما ابي احط اي فيديو منتدى ترو جيمنج، ابي احط فيديوهاتي بالقناه وابي الناس تشوف فيديوهاتي بالقناه. عموما نطوف اللحظه هذه، لان كانت لحظه بالنسبه لي صعبه، تركت فيها القناه لفتره بسيطه يعني قرابه 9 شهور الى 8 شهور تركت القناة، لان كنت متوظف وكانت وظيفتي صعبة، دوام 8 ساعات، فما كنت اركز يعني اني اسوي فيديوهات او نظرت يعني الشيء هذا الشيء مهم، ولكن ابي اسوي فيديو يعني هذا اللي كان ببالي، بس ما كان عندي الوقت اني اسوي فيديو، يعني مثل ما قلت لكم دوامي 8 ساعات وما عندي وقت العب، ما عندي وقت حتى استمتع، ارجع البيت الساعة 4 العصر، اتغدى، احط راسي وانام، اقوم احاول افضي يومي كله برا البيت، او ارجع البيت العب لي ساعه لعبه لعبتين كذي امشي حالي فيهم. فبعدين بعد الفتره هذه اللي غبت فيها عن القناه، قررت اني اشتري كاميرا السوني HX1، كانت اول كاميرا هاي ديفينيشن يعني امتلكتها بالقناه عندي هني، قلت على اساس اني اعطي صوره واضحه، وكان بالعكس كانت الكاميرا جدا جيده وحلوه كفوتوغرافيه وكذلك اسلوب فيديو، ولكن كان فيها مشاكل بالاساس. عم بعد انا كانت فيني مشاكل يعني بدايه صناعه الفيديوهات، ما كنت اعرف يعني ارتب الامور، ما كنت اعرف شلون اسوي يعني الفيديو او انسق الفيديو، اللهم اني اصور فيديو يعني مدته بسيطه وارفع على اليوتيوب، ما كانت عندي يعني الخبره مثل اللي انتم قاعدين تشوفون الحين. فعموما استمريت بالقناه، قعدت اتعلم من اخطائي، كسبت يعني اصدقاء وكسبت اعداء بنفس الوقت، وكانت يعني لحظة يعني جدا حلوة بالنسبة لي، لين يعني حسنت من نفسي واشتريت تقريبا كاميرا سوني NEX VG20، اشتريت اي ماك جديد، كذلك اشتريت قطعة تسجيل اللي هي الجيم كابتشر HD، يعني سويت اشياء حلوة صراحة.
بس جاء الوقت ان فعلا يجون شباب يساعدوني بالقناة او يساعدون بنشر القناة، منهم الله يعطيه العافية عبد العزيز تايجر. عبد العزيز تايجر ما قصر ابدا بقناتي، دعم قناتي كل اللي عنده، سوى فيديو عني، حطني من ضمن سب بوكس، حطني بالكومنت عنده تحت او بالدسكريبشن بالوصف قناة صديقي احمد. طبعا انا ما عرفته عشان مصلحه، انا عرفته على اساس احنا نتبادل ونتكلم بالذكريات الحلوه بمن احب اتكلم يعني بالعاب الفيديو جيمز. والرجال الامانه ما قصر وانا ممتله بالشيء هذا. عبد العزيز تايجر شكرا لك والله، يعطيك العافيه على اللي سويته، وان شاء الله عسى الله يقدرني اني ارد الجميل. كذلك هم بعد عندنا عادل المقرن. عادل المقرن قصته غريبه شوي وياي، بس للامانه رجال اعطاني كلمه رفع من معنوياتي، كانت فعلا معنوياتي مهمشة أنا ذاك، بس قال لي كلمة حلوة حسسني يعني أنا ذو قيمة، أو يعني حسسني إن صج إن الشغل اللي أنا سويته ما راح أباء منثورة. فيوم من الأيام لقيت رسالة من أحد مشتركين القناة عندي، أو يعني كومنت إيميل وصلني، ريد فوكس اس ار 4 جيمر، ما اعرف اسمه بالضبط او يعني شلون انطق اسمه، تقريبا الناس يسمونه سقطره جيمر بس انا بسميه عادل المقرن من الحين. عادل المقرن ضافك من ضمن الساب بوكس عنده. قلت من هو هذا عادل المقرن؟ خير شي بيع هذا عادل المقرن. عموما الله يعطيه العافيه على كل حال، رجال سوى شيء ضافني، حتى ما شفت قناته ولا اطلعت على قناته ولا رحت اشكره. بعدين بعد تقريبا قرابه يوم يومين يمكن تقريبا او يوم او من باكر بالتحديد، جتني ايميلات بالهبل، ايميلات بالهبل. انصدمت صراحة، يعني حوالي ممكن اقدر اقول 1500 ايميل الى 2000 ايميل. الايميل هذول لديك مشترك جديد، لديك مشترك جديد، لديك مشترك جديد. انصدمت انا، قلت شنو هذا، منين جو هذول؟ يعني اوريدي انا اعرف قناة عبد العزيز تايجر، اعرف اوفيجي عمر كذلك الله يعطيه العافية، بس هذول العدد الكبير من وين جو؟ وطالع بعد شوي يعني انتظر يعني اشوف شنو اللي قاعد يصير، احاول اعرف من وين مصدرهم هذول. اللي جتني كومنتات حوالي يمكن 30 الى 40 كومنت، احنا جايينك من عادل المقرن، احنا جايينك من عادل المقرن، احنا جايينك من عادل المقرن. قلت من هو هذا عادل المقرن؟ بروح اشوف قناته، بحاول اشكره على الاقل، ارد له يعني اقول له كلمه طيبه شيء على المساعده اللي سواها. فدشيت قناة عادل المقرن فطلعت ان الرجال عنده 280 الف مشترك. انا انصدمت من العدد الكبير هذا، يعني انا ذاك فعلا كان الاعداد هذه كبيرة عندنا انا ذاك قبل. يعني بطريقة او اخرى تواصلت ويا عادل المقرن، حبيت اني اشكره. ففعلا هو قال لي كلام انا ما راح اقوله بالفيديو هذا. يعني انا سألت السؤال، قلت له عادل يعني ليش حطيت قناتي من ضمن القنوات اللي تستحق الزيارة والاشتراك عندك؟ يعني هذا أول مرة يعني أشوف شخص يوتيوبر يعني كبير مثلك يسوي الحركة هذه مع قناة صغيرة. يعني ما كانت رسالتي كذي له، بس كان يعني الهدف من الرسالة كذي. فرد علي بإجابة، أمتنع أني أقول الإجابة هني، لأن يعني كانت إجابته أعطتني باور، أعطتني شيء كبير بحياتي. يعني فعلا كان يعني الإجابة هذه كانت صعبة بالنسبة لي، يعني أعطتني الدافع وقوة أني أسوي فيديوهات وأستمر. أنا إذا كان شخص يوتيوبر كبير يشوف محتوياتي حلوة، فما بالك من الناس اللي قاعدين يطالعون قناتي. يعني فعلا هو مو لازم أنك تبحث عن الكلمة الطيبة، ولكن لابد أنه يجيك كلام على الأقل حلو يخفف عليك التعب اللي أنت تعبته هني بالقناة. فعلا في انتقاد بناء، في سب، في تجريح، وفي مديح، وفي يستمر حنا وياك، وفي مثل كذي، بس لابد ان تجيك كلمه طيبه من انسان طيب يقول لك شغلك حلو استمر، بالعكس عجبني شغلك كذي، فانت تحس يعني بقيمتك، تحس بالشيء اللي انت سويته. اعطاني الدافع اني اكمل واسوي فيديوهات واطور من نفسي، واشوف شنو اللي ناقص القناه اضيفه، اشوف شنو اللي ابي اسويه اسويه. وهذا كانت رسالة عادل المقرن، غيرت فيني أشياء واجد. فالله يعطيك ألف عافية عادل المقرن على الكلام الطيب اللي قلته لي، والله يجزاك ألف خير. يعني
حسستني اني صدق صدق ذو قيمه، يعني ان قناه ريد فوكس زيرو ذو قيمه، فما ادري شلون ارد يعني لك المعروف على اللي انت سويته هذا. دورنا بالكوميونتي الكويتي هو مثل انت شلون قاعد تبني مكان مهمش، مو انا بنيت الحالي، بالعكس كانت في قنوات هني وحسابات وجروبات ساهمت يعني بتعزيز ثقافة العاب الفيديو جيمز والانمي والافلام عندنا هني بالكويت. في حسابات اقدر اذكرها وفي حسابات ما اقدر اذكرها، فسامحوني على الشيء هذا. طبعا عندكم جيمر سناك، جيمر سناك ابدا ما قصر وياي يعني دعم القناه، يعني كان بالعكس يعني دعمه كان اخوي وحلو، كنا نتعاون يعني بالمحتويات، اساعده بفهم امور ما هو يفهمها وهو يساعدني باشياء، فروح اخويه، سواء انه اذا كان عنده مليون مشترك او كان عنده صفر مشترك، انا اهتم بمساعده الشخص نفسه اذا كان يحتاج المساعده، لأني أنا فكرت فيها يعني قبل أن فعلا كنت أبحث عن من يساعدني أو يعطيني نصيحة ويرشدني، بل أنه يكسر يعني مجاديفي ويقول لي أنت ولا شيء
انت ما تسوى. ففعلا يعني تعرفت على ناس واجد غير جيمرز هناك، عندكم يوسف الرومي من فكرة، عندكم الغنام من نيو، طبعا كان اسمه سابقا كيو اي تيك، عندكم حسن نولوجي، اغلبهم في حسابات انستغرام بعدين قاعدين ينطلقون لليوتيوب، عندكم هم بعد عرب انمي، عندكم ناس واجد تشرفت بمعرفته هني بالكوميونتي. وبالعكس يعني ايد واحدة قاعدين نحاول نعزز الكوميونتي ونطور من الكوميونتي على اساس انه يكون تكون ثقافة الألعاب قوية عندنا بالكويت، بما أن الحلقة الأضعف اللي هي من ثقافة ألعاب الفيديو جيمز عندنا بالكويت، يعني حلقة ضعيفة جدا. لأن إذا تكلمت عن الأمور هذه بالكويت لابد أن ناس تسكر عنك الباب. أغلب اللي أنا قاعد أشوفه بالكويت يتكلمون عنه، يتكلمون عن السياسة وغلاء الأسعار والأمور هذه، ما أشوف الناس قاعد تستمتع بوقتها تتكلم عن أفلام، تتكلم عن أنمي. تروح ديوانية تدش تلقاهم يتكلمون عن السياسة، يتكلمون عن الرياضة، يتكلمون عن أشياء مثل كذي. فكان شيء يعني صعب بالأساس. مثل على سبيل المثال آخر مرة تم افتتاح مركز ثقافي عندنا هني، دار الأوبرا ومركز الثقافي والأمور هذه، أغلب يعني تعليقات الناس عندنا يعني مو مهتمة يعني بأمور الثقافة والتطوير والأمور هذه، قاعد تقول ليش فاتحين الشيء هذا؟ ليش قاعدين تسوون الشيء هذا؟ وهو مركز ثقافي يستهوي يعني جميع اهتمامات الشباب، يستهوي جميع هواياتهم، إذا كان عندهم الرسم، إذا كان عندهم الغناء، إذا كان عندهم أشياء حابين يقدمونها للعامة ويخلون الناس يستمتعون ويستانسون. فالمركز هذا يلم لهم بالأساس، أو يعني يجمعهم، يجمع شملهم ويعرض أعمالهم وإبداعاتهم للناس نفسها. ولكن عندنا شبح السياسة دائم يغطي على أمور هذه ويخلي يعني الناس مثل ما أقول لكم أو الشباب يعني يتحطمون وينجرفون الكلام السياسي، ينجرفون وينسون أمور الثقافة. وهذا ينعكس علينا شخصيا، أن يعني أنت ليش قاعد تسوي كذي؟ أنت ليش ما أنت مهتم بحال البلد؟ ما أنت عارف شنو اللي قاعد يصير بالبلد؟ ما أنت عارف شنو قاعد كله بس قاعد تلعب ألعاب فيديو جيمز؟ هذا همك الأول والأخير. يعني هذه الأشياء اللي أحصلها تقريبا من دواوين الكويت وعامة الناس عندنا هني. وين كنت وين صرت الحين بالوقت الحالي؟ ولله الحمد يعني تحسنت فيني أشياء واجد، تحسن فيني الأداء، تحسن فيني أسلوب التقديم، ولكن هم بعد يعني اللي ذبحني بالفترة الأخيرة، يعني مو ذبحني، وهو أشغلني شوي عن القناة، اللي هو أمور الزواج وترتيب حق الزواج، يعني اشياء يعني واجد اشغلتني شوي. بس هم بعد الفيديو ال10 سنوات اللي انا قاعد اسوي هذا، هم بعد اشغلني شوي عن القناة، اني احاول قد ما اقدر اسوي فيديو اتكلم عن مغامراتي في السابق، ان شلون صار ما صار، وكذلك ممكن اعطي دافع حق الناس ان لو كانوا صناع محتوى وحابين يصنعون محتوى، اسمعوا قصتي، تعلموا من اخطائي، ما في مشكلة. بالعكس تكون احيانا القصة يعني حلوة، تعرفون شنو انا قاعد اسوي، ممكن تمشون على خطاي او تمشون على خطى غيري، ولكن تحاولون تاخذون فكرة حلوة عن اللي انا سويته وقاعد استمتع فيه. وبعد تقريبا عندنا هني قنوات بالكويت يعني، او قنوات يعني تستحق الذكر صراحة، يعني عندكم مثل قناة بي 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 جيمر مبارك الصباح، وهو يقدم يتكلم عن العاب كلاسيكية، انسان يعني ومو بس صديقي، بس انا قاعد انظر له يعني نظرة أحاول أساعده قد ما أقدر بصناعة المحتوى، إذا كان يبي مساعدة بصناعة المحتوى فأساعده، إذا جيمر سناك يبي بصناعة المحتوى فأساعده، يعني على الأقل أعطيه معلومات أو أمده يعني بالمعلومات. نفس الحالة نيو، نفس الحالة حسن نولجي، نفس الحالة، إحنا نتعاون على أساس إن نقدر نطلع صورة الكويت الحقيقية للناس، إن شبابها فعلا قول فعل. بالنهاية حبيت أقول لكم شغلة، أول شيء قناتي هي قناة شخصية، هي لا تابعة لجروب أو تابعة لمؤسسة أو تابعة لشركة، هي قناة تمثل أحمد عسكر، شنو هو يحب، شنو هو يستمتع فيه، شنو هو ممكن يقدم للمجتمع. سواء إذا تكلمت عن قديم أتكلم عن القديم والذكريات الممتعة ويا القديم نفسه، أو شنو نقدر نكتشف يعني بالتقنية القديمة مثل تلفزيونات السوني بي بي إم، او يعني شوف شنو نقدر نستانس بالاشياء القديمه اذا كان في ناس يحبون الريترو. وكذلك الحديث، احب اتكلم عن الحديث،
يعني فعلا شيء حلو الحديث، يعني انك تتكلم عن الالعاب اللي انت قاعد تمشي وياها بالوقت الحالي. يعني اشياء واجد احب اسويها بالقناة واطرحها للناس اخليها تستمتع بنكهة ريد فوك زيرو. وبالاول والاخير انا حبيت اشكر كل المشتركين اللي كانوا وياي بالبداية وظلوا وياي للنهاية. يعني الله يعطيكم العافية فعلا على الدعم اللي التمسته من عندكم، سواء كان كلام طيب او كنتم ترسلون هدايا للقناة، فانا مستمتع بالشي هذا ومستانس بالشي هذا. وان شاء الله باذن الله عسى الله يقدرني اني اقدم الافضل والافضل لكم على اساس انكم تستمتعون وتستانسون. فشكرا لكم يا جماعة والله يعطيكم العافية، فعلا فعلا انتم اساس القناة وفخرها بالاساس انكم انتم قاعدين تتابعون وتستمتعون بالمحتويات. عموما جاء الوقت اني ارد بسوي محتويات حلوة. هذه 10 سنوات من ريد فول زيرو عدت، وان شاء الله نتطلع لسنوات حلوة وجميلة وتقدم بالقناة ان شاء الله باذن الله، وهذا المطلوب. وكذلك لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، هذا كيفكم انتم. اذا كان عندكم شيء مهم او مو مهم، انا بالنسبة لي صار الشيء هذا مو مهم عندي بالاساس، اهم شيء عندي اني اشوف شنو الافضل وشنو الاحسن اللي اقدر احطه لكم على الطاولة. شكرا لكم والله يعطيكم العافية مرة ثانية، ما قصرتم يا جماعة، وإن شاء الله أشوفكم مع فيديو جديد.